السلام عليكم، مرحبا بكم في العدد الجديد تاع حصتكم كوزينتي. اليوم عندي زوج وصفات فريمون سهلين فريمون خفاف و فريمون جدد لهذا رمضان، اللي هما دي طارتو ميلون و كاين تانيت البولاك. بنديرو هاد الخطره ماشي حنستعمل ديول، راني حنستعمل لو بان سيريا كيما راكم تشوفوا. هذا لو بان ليباني بيان لو بان سيريا كيما راكم تشوفوا. واش راح نستعمل في لو بان سيريا تاعي؟ راني راح نستعمل طون، عندي تانيت فروماج. هذا ما كان تحبوا تستعملوا فيون داشي و بيان لو بولي في بلاستو. فوالا، عندي تانيت البيض فارينا و شابلور، هادوما اللي يكونوا في الطير تاعي بلوطار. دوكا نوريكم طريقه تحضير تاع هدايا البولك تاع اللي راح نستعملوه في البان بالبان ليباني. فوالا، دوكا كيما راكم تشوفوا عندي هذا لو بان ليباني، انا دنيت للاخر تاعي. بون، هنا واش نسحق راكم تشوفوا لو بان ليباني هذا دو بريفيرونس يكون هكذايا، بهذا الشكل ما يكونش يابس بزاف، يعني ما لازمش يغسل الهواء. واش راح نستعمل؟ راني راح نستعمل ان كوتو ونحلو، نحلو هكذا غير في النص. فوالا، فوالا كيما راكم تشوفوا، فوالا. و بيان اذا تشوفوا بلي تقطع لكم لي كوتي، عاودوا غير نتوما احكموا هكذايا، قطعوه على زوج. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا باش يجيكم بلو سامبل. فوالا يخرج لكم دي بيتي تريونغل هكذا كيما راكم تشوفوا. فوالا، يعني هذا هو الاخر تاعي اللي راح نستعملو، يشبه للبوراك. انا سميتو بوراك، هو ماشي بوراك، مي كيما نقولك الفاصوناج تاعو رايح كيما شويه تاع تاع البوراك. دوكا نفتح هايدا لو بان ليباني، فوالا فوالا، باش نتحصلو حنايا على هاد الشكل اللي راكم تشوفو فيه. دوكا كي راهو هكذا، واش راني رايح ندير؟ راني رايح نزيد نفتح واحد اخرين باش نربح الوقت. فوالا، فوالا، فوالا هيدا شاك فوا وين توما استعملوا لو بان ليباني هذا. يعني هذا مام لولادكم ولا في الليل في السهرة، راه في متناول الجميع، شغل حاجة فريمون خفيفة وسهلة. واللي ما عندهاش الوقت باش دير بوراك، اللي ما صابتش ديول، هادي تكون عندها، هادي راح تكون اون ايدي بوغ ال. ها انت واش راح تزيد ديري؟ شوية طون، فوالا. نعاود نذكركم تحبوا تستعملوا مام لو بولي ولا فيون داشي، ليسونسيال تكون هكذا رقيق صغيرة، يكون دي بتي مورسو باش تعاوني باش نخدم هادوما البول لو بان ليباني. فوالا، واش راح ندير دوكا؟ كيما راكم تشوفوا راهي فريمون سهلة، راني رايح نغلقها. فوالا، ما ندير لها ني زيت ني والو، تكون هكذايا ونحطها دون زون اسيت هكذايا. انا دوكا حطيتها دون زون اسيت هكذا باش تشد روحها، باش مورها راني حنجوزها بفارينة البيض شابلور. دوكا بعد ما حطيت زيت تاعي تسخن وبعد ما درتهم هكذا بهذا الشكل، نحطها تتقلى في الزيت. الزيت ما لازمش نعمروه بزاف، غير شويه هكذا نيفو. واذا تحبوا تستعملوا هذا الزيت، انا ننصحكم تستعملوا الزيت تاع لي نور اللي راهم توفر في الاسواق. فوالا، نتوما حطوها ديليكاتمون هادية على الغلاق تاعها هذا. فوالا، كما راكم تشوفوا نخلوها تزيد طيب شويه. انا كيما قلت لكم هاد الوصفه راهي فريمون سهله، فريمون مليحه في الصيف وفريحه في السحور وخفيفه، وما راهيش ثقيله بزاف، مام في الخدمه تاعها ما راهيش ثقيله بزاف، يعني ما تشدلكمش بزاف الوقت.
دوكا نجوزو الطبق الثاني اللي هو طارت او ميلون اللي راهي فريمون فاسيل وراح تعجبكم. حنا واش راح نستعملو فيها؟ لي ترونش دو ميلون هادوما لا ديكوراسيون، وعندي تانيت هادوما لي مورسو دو ميلون تقطعهم نيمبورت كال فاصون باش نحطوهم يطيبو يتقلاو في المقله تاعي. و ميم طون حنا واش نديرو؟ عندنا تحبو ميم افون دو بريباري هاد لي طارت هادوما دو بريفيرونس لي طارتولات هادوما وجدوهم من قبل. هادي هي ماشي اون بات فيتي، سي اون بات بريزي اللي راهي فريمون سهله. وهنايا تاني نستعمل المزهر باش يمد نكو وريحه تكون شويه مليحه في الطياب. فوالا نوريكم دوكا كيفاش نديرها. عندي نحط النار تسخن، فوالا ندير هادوما لي مورسو تاع لو ميلون فوق النار، فوالا كما راكم تشوفوا. حنا نديرو هكذايا باش يدبلو وتولي لنا اون سورت دو كومبوت، فوالا يعني شغل عجي شغل معجون تاعها. فوالا كيما راكم تشوفوا تحبوا تزيدوا لها شويه سكر، تحبوا تخلوها هكذايا يعني لا ماهوش حبي يغاردي لو غو ناتورال تاعها ماشي بزاف نستعملها. فوالا يعني هنا واش راني راح ندير؟ راني رايح نوجدهم هكذايا هما غير يتبالوا ما يولوش كيما التفاح شغل يتبالوا بزاف، راهم رايحين يبقاو شادين راحهم شويه سكيفي. راح مور ما نطيبوهم راح نحطوهم دون زان بول ومن بعد نحكوا نلحوها. تحبوا بالميكسر ولا بالفرشيطه نلحوها هكذا نعبزوها باش تخرج لنا اون سورت دو كومبوت. يعني حنا هنايا واش رانا نديرو؟ رانا نسهلو في الطريقه هادية باش ومن بعد كي نحطوها في البول نلحوها في البول تجيكم سهله وما تجيكمش كومبليكي بزاف. فوالا يعني كيما قلت لكم تحبوا تستعملوا كانطالو ولا البطيخ. فوالا ندير لها شويه تاع المزهر، شويه برك ماشي بزاف تاع المزهر فيها. فوالا فوالا شوفوا بلي راهم بداو يدبالوا، راهم بداو يطيحوا، ما لازمش حتى لوين يتحرقوا باسكو سي فريمون سونسيبل هادوما. واش راح نديروا حنايا؟ رانا رايحين نطفوا عليها على النار فوالا ونجوزوها في الميكسر باش تخرج لنا اون سورت دو كومبوت. دوكا بعد واحد الاطباق هادوما ان شاء الله يعجبوكم. انا مالي غير نقول لكم تلاقاو في العدد القادم ان شاء الله وصحه في داركم.